التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ظهر اليوم أبناء القبائل من ملاك ومضمري الهجن العربية الذين شاركوا بإبلهم في المهرجان السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة الذي يختتم فعاليته يوم 12 من الشهر الجاري في منطقة المرموم بدبي للموسم 2017-2018. وتبادل سموه وأبناء القبائل الحديث حول المهرجان الذي تشارك فيه خيرة الإبل العربية من دولة الإمارات وبعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث هنأ صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ملاك ومضمري الإبل بفعاليات الموسم، مؤكدا سموه أن مهرجانات السباقات التراثية الأصيلة ستستمر ما دامت الحياة تنبض، وذلك لتظل رياضة الأجداد والآباء متجذرة في رحم أرض دولتنا الحبيبة وفي أوساط أبناء شعبنا، وتتناقلها الأجيال جيلا بعد جيل، وتحفزهم على التشبث بتراثهم العريق والتنافس فيما بينهم من خلال هذه المهرجانات التي ترصد فيها جوائز مالية وعينية كل موسم للفائزين والمتميزين الذين يكون همهم الأول الفوز بالناموس الذي يبعث الفخر والاعتزاز في نفوس أبناء القبائل وتباهي بهذا الشرف العظيم بين أبناء جلدتهم. وقال سموه مخاطبا إخوانه من أبناء القبائل: أنتم تحملون رسالة زايد الوالد المؤسس طيب الله ثراه إلى الأجيال اللاحقة من أبنائكم وأبناء قبائلكم والمتمثلة في قوله رحمه الله تعالى: من لا ماضي له لا حاضر له ولا مستقبل. إلى ذلك أعرب أبناء القبائل عن تقديرهم الكبير وولائهم لقيادتهم الرشيدة التي لا تبخل في العطاء والرعاية لأبناء وبنات شعبها، مثمنين عاليا لفتة صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حرصه على اللقاء بهم في ختام موسم سباقات الهجن وتبادله التهاني معهم بهذه المناسبة، ما يؤكد متابعة سموه الدؤوب لشؤون أبناء شعبه في الحضر والبادية كي يظلوا على تواصل مستمر فيما بينهم من أجل توطيد العلاقات الأسرية والاجتماعية والوطنية بين مختلف فئات الشعب ومكونات المجتمع الإماراتي. دعينا الله عز وجل أن يحفظ سموه وقيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله لما يلي، وأخوه صاحب السمو شيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو شيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، من اهتمام ورعاية كريمة لأبناء وبنات شعبهم على مساحة الوطن العزيزة. وألقى أمام سموه عدد من شعراء القبائل القصائد الوطنية والشعبية التي تعبر عن تراث الدولة وثقافة شعبها وكرم وعطاء قيادتها الرشيدة والتلاحم الوطني بين القيادة والشعب والذي يتجلى في أبهى صوره في المناسبات الوطنية. ومن طيب راعي أبو راشد اللي لها تصيد الثقال خفاف عن الناس يفرق في مزايا خصوصية من شيوخنا اللي شعبهم ما عليها خلاف يعيش بكنفهم في حضارة وحرية. رموز الكرم من عاد شهب السنين عجاف قبل يظهر البترول وامجادهم حية، صعدنا بوحدتهم على قمة المشراف وميقافهم عز الشعوب الخليجية، ولانا لهم فطرة ومانة على الأكتاف تبيد الليالي ولا مانة كما هي، ودون الوطن حنا المحاجي وحنا الأهداف لو نموت دون الدار موتة جماعية. أسعد الله فال من ذا صار فاله والسعادة قيلت له في مقيله، من مطار دبي للعالم رسالة أننا شعب يحب المستحيل نعشق الأول ولا نرضى بداله، التطور كل يوم وكل ليلة فكر شيخ يسبق العالم خياله مثل ما هو يسبق العالم بخيله، شيخ عز في مقاديمه بساله مفخرة الأجيال جيل بعد جيله، في البحر ولا على ضفة رماله العجايب والغرايب والنفيله، كم من مشروع من بعد اكتماله من يشوفه يشهد ما فيه حيله، نادر من يوم صغره في خصاله والنوادر في معاريفه حصيله، كل صعب لا نواله وانتواله مسهله لو هي موازينه ثقيله، ينصر المظلوم
لو هو ما اشكاله. عشت يا شيخ المكارم والعداله، عشت يا شيخ المواقيف الجليله، من بدع في كل مثل يحلى مثاله، والمزامل كل مزمل له دليله، والمزامل كل مزمل له دليله. عليك قبل الثنا تسليم بارينا، يا من الحمد ذكر اسمك ومنوالك، تحية قلوب نرفع بها يدينا، لعلها يا سمو المجد ترقالك. يا مستحق الثنا لو كان مثنينا، عليك تثني قبل ما نثني افعالك، نفخر بفكرك على الدنيا حوالينا، يا لين كثروا محبينك وعذالك. اما المحبين منا والله وفينا، واما سواهم عساهم فدوة اضلالك، ربي بزايد وراشد عز ماضينا، واخرج بهم هالوطن من ليله لحالك، ومن عقبهم عزنا باللي يجدينا، للرفعة امثال ابو سلطان وامثالك، صفوة شيوخنا مباديها مبادينا، للمجد ترقى السنود وضدها هالك. يا محمد اسمك غدا رمز التسامينا، والواقع الحي يشهد لك على ذلك، سيرتك هي مختصر سيرة معالينا، منزلك في قلوبنا والنجم من زالك. انت البحر، انت البحر اللي على شطه موانينا، اللول في راحتك والخير في فالك، وانت السما اللي تحت ظله مبانينا، نطاولك بالبنى الشامخ ولا طالك، يا حلمنا اللي تعلق بها مانينا، لا كبرت المعضله توقف لها لحالك، تواق صوب العلا للمجد تدعينا، ناديت والشعب لي ناديت لبالك، يا القايد اللي بفكره شاع طارينا، من بين كل الشعوب وكلنا رجالك، نرهب بهيبتك في الهيجة مع أدينا، توقف ونوقف نهار الضيق عدالك، يا الفارس اللي على نهج عوادينا، تعرف طريق الكؤوس ودربها السالك، الرقم واحد هدفنا وانت حادينا، والمجد صفحة نباك وصوت موالك، يا الشاعر اللي تجدابه قوافينا، نجري نجري بمجرى مثايلنا على مثالك، ونقول شكرا وشكرا ما تكفينا، ولا وفت قطرة من جملة أفضالك. الشعر الشعر عبر وتبقى البحر والمينا، يكفيه من غبتك يوقف على جالك. الله